السلام عليكم. رجعنا معكم مرة أخرى بالبي ال سي. أكبر موضوع هسه حنشرحه اللي هو الـ addresses addresses used in بي ال سي. يقول لنا every input at output point has a unique address that can be used in the CP, in the used by the CP. يعني هسه هنا مثلا عندنا هذا مثلا ديزاين مال بي ال سي مال لادر. يقول انه كل انبوت او اوتبوت بيونيك ادرس. يعني شنو؟ يعني يقصد هاي الرقم هذا انبوت موديول وهذا الاوتبوت موديول. الانبوت موديول هذا الانبوت 000 هذا ادرس والاوتبوت 010 ادرس. من اكتب البروجرامينج انه 000 حيعرف هو هذا الخط اللي هو الستارت ستوب اوفرلود والسي ار 1. الاوتبوت مالت 010 بالنتيجه هذا السي ار 1 حيعتبره انبوت ثاني الادرس مالت ايش قد 001 سي ار حيجي على الاوتبوت اللي هو 010. ايضا هذا الران باوتبوت ثاني اللي هو التايم 1 ديلي اللي الادرس مالته هو 011. ف هسه هذا الاوتبوت او هذا الفيزيكال اوتبوت وين مربوط؟ مربوط بال 010. هذا الفيزيكال مربوط بال 011. اذا كل انبوت هذا مثلا التي دي 1 002 هنا 003 فرضا 003 انبوت الاوتبوت مالته مثلا 012 وهكذا سائرين كذلك نفس الحاله. فهي الفكره انه every input and output point has a unique address يعني عندها عنوان خاص به that can used by the when a field signal is connected to an output or an input or an output interference its address will be related to the terminal where the signal wire is connected with it. هيجي عنوانه هو على الترمينال اللي مربوط به هاي الترمينال رقم 010 هذا الترمينال رقم 000 هيجي وهكذا. ف كل input هذا input physical input مربوط على 000 من أجل أكتبه أسوي خريطة مالتي حتى اللي يربطه يعرف شلون يشتغل ما يربط لي الستارت على 002 لأنه هذا ما بي تفاصيل 000 هو الستارت. فهاي الفكرة من الموضوع. The address for a given input output can be used throughout the program as many times as required by the control logic. إذن هو يقدر يستخدم البروجرام قد ما تحتاج أنت كل ما تعيد هو حيستخدم مطلوب. This PLC feature is an advantage when compared to relay type hardware, where addition contact often mean additional hardware. إذن هنا وهذا الخريطة من أريد أضيف أي شيء مجرد أنطي أدرسينك أكتب هنا أدرس وهنا أدرس مع الأوتبوت وأضيف بروجرام أشتغل على سوفت وير. بينما بالهارد واير لا لازم أجيب تيرمينالات احتمال التيرمينالات أنا جايب أقول ثلاثة إنبوت واثنين أوتبوت زين أريد أخلي إنبوت ثالث وأوتبوت رابع لازم شو أسوي أشتري تيرمينال غير هذا أو أربط تيرمينال وياه وبعدين اسلك وايرات وبعدين اطلع اوتبوت اشتري تيرمينالات للاوتبوت. فهاي الفكره الموضوع. بي ال سي لوجيك هاردوير ريلي لوجيك هاردوير هارد واير عفوا هاردوير هارد واير لوجيك ريفيرز تو لوجيك كنترول فانكشن تايمينج سيكونس اند كنترول ذات ديتيرمايند باي ذا واي ديفايسز انتر كونكت. هاردوير 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 ريلي ما صحيح. الهاردوير لوجيك ريفيرز تو لوجيك كنترول فانكشن. المهم يعني هي الهاردوير المفروض انه بيها فانكشن تايمينج سيكونس وكنترول. ان كنترول تو بي ال سيز ان كونتراست تو بي ال سيز ان ويتش لوجيك فانكشن ار بروجرامبل اند ايزيلي تشينج. مثل ما قلنا انه بالنسبه للبي ال سي الفرق بين البي ال سي والهاردوير البي ال سي مجرد انه اغير هذا البرنامج هذا البرنامج هذا اللادر مالتي بس اغيره
قدرت اعطي اوتبوت جديد وانبوت جديد او اضيفه او اسوي له كوبي بيست مرت اللوخ حيسوي لي اياها بس تو سكانز او اضيف اشياء او اضيف برنامج جو لي جو ماكو مشكله. بالهارد واير لا لازم هاي كل هالخرائط الغيها واشتغلها من جديد. يعني هسه اريد الغي الاوفرلود لازم اقصه واربط الواير واشوف الاوفرلود وين اريد اربطه، اقص الوايرات اريد اشد هنا من هنا اقص الوايرات واربط الاوفر. فلازم تدخل شخصي هنا. ممكن يعني اي واحد عنده سوفت وير يقدر يشتغل طريقتين يغير كل موضوع، لانه الهارد وير لوجيك از فيكست اند كان بي تشينج اونلي باي الترينج ذا واي ديفايسز ار فيزيكالي كونكتد اور انتر واير. اذا الحل الوحيد للهارد وير لوجيك هو انه اغير تغيير جذري او الغي اشياء واضيف اشياء غير الخريطة مادية. A prime function of PLC is to replace existing hardware control logic and to implement control function for new system. بس بينما بال PLC هو يقول الفكرة ال prime function إنه الفكرة الأساسية إنه سوينا PLC حتى نلغي هاي الهوسة مال الوايرات وحتى التغيير والتعديل يصير كلش سهل باستخدام PLC. The other circuit connection of the hardwire relay circuit are implemented in the PLC via software instruction. إذن شلون نغير هاي الوايرات كلها؟ الوايرات كلها غيرناها في شيء اسمه software instruction اللي هي هاي software. هاي كلها بالsoftware. هذا physical، هذا حقيقي موجود وهذا حقيقي موجود. هاي الحكي كله هذا هو physical العفو software. فأربط input وأربط output وأخلي في المودول control module أو PLC أو كمبيوتر حاسبة أو لابتوب شخصي وأخلي به software. من أشغل software شحية قرشك وإنبوتات يترجمها للfunctions اللي موجودة بعدين يخرجها outputات. يعني الانبوت من يجي يقرأ input أكو start. الستارت هو touching. إذن أكو بالستارت الستارت touching هيعبر كهرباء. يجي يقل stop هو أصلاً normal closed هيعبر كهرباء. الاوفرلود هذا فيوز انه يصير حمل عالي ينقطع. هو ماكو حمل عالي هسه نستخدم شغلين. اذا بشغل الاوفرلود اذا ايش حيشغل؟ حيشغل السي ار 1. زين السي ار 1 حيشغل السي ار 1 حيشغل التايم اون ديلي. زين شغل السي ار هاي بعد ما طلع الاوتبوت بيشتغل. احنا هنا يجي منه بعدين ياخذن وحده وحده. يعني يجي من اليسار لليمين وينزل خطوه، من اليسار لليمين وينزل خطوه، من اليسار لليمين وينزل خطوه، من اليسار لليمين. زين حيجي حيلقى ستارت تاتشنج اكو كهرباء. الستوب هو اصلا نورمال كلوزد فحيجي يعبره. الاوفرلود هو كلوزد نورمال كلوزد حيعبره. حيروح للسي ار شغل السي ار تايم اون ديلي شغل التايم ورا 3 سكند اشتغل عند تايم. زين ورا ال 3 سكند من اشتغل التايم صار اون حيروح على الام 1. زين الـ M1 اللي هو موتور اشتغل هذا. إذن أكو عندي بالأوتبوت عندي M1 موتور. إذن اشتغل الموتور. بعدين يجي على آخر خطوة من CR on والـ M1 normal closed يعني touching يعني on حيشغل السايرين اللي هو السماعة أو warning أو جرس. فإذا الفكرة هنا إنه من أدوس الستارت يشتغل الموتور وتشتغل السماعة إنه ت ت ت تشتغل الموتور. إنه مثل مرات هاي بالكمبير بيلت مال المصانع إنه خاف أحد يطخبي أو خاف أحد قريب أو كذا، بس هم عادة يشغلون الانتاق وبعدين ورا 3 ثواني يشغلون الموتور أو 5 ثواني. فتصير العملية بالعكس، يعني يشتغل السايرين يشتغل الانذار ت ت ت بعدين يشغل المطار. انه هذا من تسمع الانذار اي شيء متحرك موفينج بارتس وخر من يمه لانه راح ينشب. هاي الفكره. فهنا الادر سيركت كونكشن اوف ذا هارد واير هاي الهارد واير ريلي سيركت كان ار امبلمنتد ان ذا بي ال سي باي سيلف وير انستركشن. اول اوف ذا وايرنج كان بي توت اوف as being inside the CPU. إذن قلنا إحنا نخلي CPU أو Central Power Processing Unit software as opposite to hardware. إذن حيصير software مثل ما قلنا هذا كل الحكي هذا هو مو hardwire هذا كله software. ف the logic implemented in PLC is based on the three basic logic function AND or NOT. إذن ده يقول أساس اللوجيك كل هذا هو الآن الأور والنوت. شفت الفيديو السابق شرحنا البوابات المنطقية أو اللوجيك كيس
اند اور نوت، واصلا هي البقيه ذول الجيتات البقيه هي اصلا يعني مكتشفيها من الاند والاور والنوت، فانتوا الاساس فهموا هاي. بعدين البقيه تصير this function are used either alone or in a combination to form a formal instruction that will determine if a device is not be switched on or off. اذا هذه استخدمها واحده او combination، خلي or not and or not and circuit combination معين حسب اللي انا اريد شنو الانبوت الاوتبوت اللي انا احتاجه، اسوي combination واحد، استخدم بالبوليان ارسمها للخريطه حتى اطلع بالنتيجه اللي اريدها. لادر دايجرام also called contact symbology. اذا اللادر دايجرام مرات يسموه contact symbology since their instruction are relay equivalent contact symbol. إذن ليش؟ لأنه هو يشبه relay normally open normally closed contacts and coils. Contact symbology is a very simple way of expressing control logic in terms of symbols that are used on relay control schematic. إذن هي عبارة عن symbols نستخدمها بأشكال كل شكل يترجم لي function، يعني من أشوف الشكل normally open أعرف إنه هذا مفتوح الا اضغط عليه الله يصير من امر كلوز. The translation from existing relay logic program logic to program logic is one step translation to contact symbology. اذا اعرف السمبل شنو هذا معناه حتى اعرف اترجم الريلي لوجيك تو بروجرام لوجيك حتى اعرف شلون اسوي بالبروجرام. يعني هسه هذا مثلا الريلي لادر دايجرام، هذا لود سينسينج وهذا لود سينسينج وهذا سولينويد. اذا اللود سينسينج هذا مع هذا يلا يشغل لي السولينويد. اذا السولينويد انا هذا اوتبوت عرفته خليته قوسين. اللود سينسينج هو انبوت واللود سينسينج هو انبوت. اذا هو نورمالي اوبن بار مفتوح نورمالي اوبن نورمالي اوبن. زين اثنيناتهم على خط واحد اذا هم اند. اذا هذا يشتغل وهذا يشتغل يلا يشتغل هذا. البوليان equation load sensing equals ls1 dot ls2، يعني ls1 and ls2 يشتغلون يلا السولينويد واحد يشتغل. زين نرجع على اللي هو هاي السيريس البارلل ls3 ls4 سولينويد 2. اذا ls3 اجيبه خليه مكانه نورمال اوبن خليه نورمال اوبن سويتش، ls4 نورمال اوبن خليه نورمال اوبن سويتش. شلون مربوطين؟ مربوطين بارلل اربطهم بارلل. سولينويد هو اوتبوت، الاوتبوت قلنا اما دائره او قوسين عاده قوسين استخدام. فاذا اجي على هذه اللادر دايجرام مالتي هذا ايش بي؟ اقول ال اس 2 شو يساوي؟ ال اس 3 اور ال اس 4 يعني هذا بلس هذا. اذا السولينويد 2 ايكولز ال اس 3 بلس ال اس 4. زين هنا عندي كومبينيشن بارلل سيريز، اذا عندي ال اس 5 وال اس 6 بارلل تو سي ار 1 حتى شغل البي ال. زين اجيب ال LS5 normally open sensor and then normally open switch normally open sensor the LS6 normally open switch the LS6. زين هذا CR1 normally open لا شوفوا normally closed normally open. اذا اخلي series ويا ال LS5 series. زين شلون اترجمها ال PL1 اخليها out. شلون اترجمها ال PL1 يساوي CR1 مضروب في هذا او LS5 plus LS6 times CR1. ليش؟ لأن هذول parallel series ويا هذا. فهذا وهذا يشتغلوا. إذا هذا ال RC1 وال LS5 إذا اشتغلوا حينطيني PL1. وال LS6 ويا ال RC1 إذا اشتغلوا حينطيني PL1. إذا بالبوليان نستخدم البوليان أكتشف أقول أقدر أقول LS5 and CR1 or LS6 and CR1. بعدين اطلع عامل المشترك حيطلع عندي بالنتيجه هذه. هاي بولين مفهوم فاهمين. هنا انا همين السيريز بارلل كومبينيشن هذا شنو؟ ال 7 حول هنا نورمال اوبن سويتش، سي ار 2 نورمال اوبن سويتش، ال اس 5 8 نورمال اوبن سويتش، سي ار 3 نورمال اوبن سويتش، وبي ار 2 هو الاوتبوت. زين ال اس 7 و سي ار 2 يشغل لي اياها ال اس 7 و سي ار 2. ال LS8 وال CR3 LS8 وال CR3 شغل لي ال LS7 ويا ال CR3 ايضا يشغل لي LS7 ويا ال CR3 شغل لي LS8 ويا ال CR2 يشغل لي. اذا LS7 or LS8 and يعني هذا او هذا واحد من ذولي مع واحد من ذولي
احنا ايش قلنا؟ اي بلس 7 اند اي بلس 8 العفو اور هذا او هذا مع اند هذا او هذا اند هذا او هذا. هذه ببساطه يعني العمليه كلها لوجيك. زين هنا الاي بلس 9 والاي بلس 10 يشغلوا لي او الاي بلس 11 وحده. اذا اي بلس 9 حولته نورمال اوبن نورمال اوبن نورمال اوبن نورمال اوبن. ال L1 هو output خلي قوسين ال L1 load sensing 11 normally opened خليته normally opened. زين بنيجي من هناك كهرباء من هذا خالد حيشتغل ال L1. زين اي L1 يساوي LS9 and LS10 حيشغل لي or LS11 وحده يشغل لي هنا نفس الحاله هذا وهذا LS12 and 3 13 or LS14 and 15. يعني مو واحد واحد منهم يشغل هذا وهذا او هذا وهذا. هذا وهذا ما يصير لأنه ما بين جوين. هذا وهذا ما يصير لأنه ما بين جوين. هنا نفس الحالة. هنا نفس الحالة. هذا normal closed. نزل normal closed نفسه. إذا إيش حيصير من normal closed؟ أعطي bar dash. يعني هنا شنو اللي شغل؟ LS2 touching and CR2 يبقى على حالته. اذا هو بار نورمال كلوز. اذا اقول سولينويد 3 سولينويد 4 هذا المفروض هنا سولينويد 4 هذا مو غلط مرتين سولينويد 4 equals LS12 and CR2 dash. ليش؟ لانه هو نورمال كلوز حتى اقول انه البقيه نورمال كلوز. الفكره انه نورمال كلوز خليه فوق قدامه فوق داش انه شلون تذكروا باللوجيك كنا نخلي داش يعني normal close. Logic design هاي شرحنا logic design اللي input cell A هاي يعني A الاند والفور والجسم سويناها لين ال هنا نكون لدى البروغرامينج تكنيك ال start stop latch. قبل ما ندخل بعد التفاصيل خلينا نشوف شنو اللاتش. خلينا نفتح البرنامج مالتنا اللي هو هذا ونشوف شنو معنى latch. بس احنا عاده ابسط برنامج هذا عندي سويتش بس السويتش مين هذا سويتش زايد هذا سويتش وهذا اوتبوت. اوكي زين من اسوي كودينج كومبايل online mode yes run yes run من ادوسي سوي له on حيشتغل من اسوي له off من اسوي له off حيطفي. اريد اسوي له on هذا شنو اعتبره push button يعني ادوسه وهدي مو كل دقمه ادوسه اسوي طق ادوسه انه طفي طق لا اعتبره touching مرة أدوس التاتش وأعوفه يشتغل. أريد التاتش هذا أو بوش بوتن. شايفين مثلا يعني أي حاسبة تستخدمها من تطبع بالكيبورد تدوس الدقمة مرة واحدة تبقى مديوسة وأنا هديتها زين أدوسها مرة كل أخت تنداس مرة تبقى أنا هديتها شلون تشتغل هاي لأنه عادة هي بوش بوتن. بوش بوتن هذا أدوسه حيسوي تاتش من أشيله حيفتح التاتش. زين هذا اريد من اشيل ايدي يفتح التاتش. زين من يفتح التاتش لازم الواي زيرو يبقى مشتغل بكل بساطه. شو اسوي؟ خلي موقف حتى زحف شويه هذه حتى نشتغل لان حسوي لاتشنج اكو شيء اسمه لاتشنج. زين هذا نخليه رجعه اكس 1 هذا بس باعتبار جهدنا احنا Control I Control I هاي دا نزلها الحين. فهاي شو اسوي هسه شلون اسوي لاتشنج؟ بكل بساطة اريد هذا اسوي له تاتش اسوي له اون يشتغل من اسوي له اوف يبقى يشتغل. شلون؟ هسه نشوف شلون. ننزل هذه نخلي
او انبوت شو اسميه واي زيرو، هذا واي زيرو يعني جبت هذا الاوتبوت خليته هنا سويت له لاتشينج هنا. سويت له لاتشينج هنا، خلينا نشوف ايش تسوي فيك. كود كومبايل كود يس ران. بس ايش حنسوي؟ حنشغل، حندوس واشيل ايدي. ايش بقي؟ هاي سوينا، سويناها لاتشيك. هاي العملية اسمها لاتشيك. بس اشغل واطفي بعد ما يطفي. وقف مشتغل. شو مجد ما ادوس ما يطفي. زين شو اسوي لك؟ اريد اخلي فشي يطفي. زين شلون اطفي؟ بكل بساطة اخلي نورمالي كلوزد هنا. اكس 1. حتى اطفي من عندي. بس الفكرة انه هسه نشوف شلون. بس شلون حشغل؟ اشغل من واحد اطفي من واحد، مو واحد يشغل واحد يطفي، يعني مو نفسه يشغل ويطفي. قبل شويه كان نفسه يشغل ويطفي، هسه لا، واحد يشغل واحد يطفي. زين هسه سوي كومبايل نقول اونلاين مود، نسوي كومبايل شي كومبايل مود يس ران يس اشتغل عندنا. هسه هذا حيشغل. زين اطفي بيه ما يطفي، اذا لازم اشغل هذا حتى يطفي الجهاز. حلو اطفي هذا، اشغل مالت الوخ، اشتغل عندي الاوتبوت، طفيت بس زيت اون زيت اوف ما يطفي، بعد ما يطفي الا اطفيه من النار. اذا هاي الواي زيرو هي اسمها اللاتشنج. الفكره كلها انه اجيب الاوتبوت مالتي وسوي له لاتشنج على الستارت على البوش بوتون. بس ستارت ستوب لاتش. اذا الاوتبوت مالتي اجيبه من هنا واسوي له لاتشنج هنا. زين لاتش سيرفت باي يوزنج سيت اند ريسيت. مرات يقول لك انت ليش بوش بوتون ستارت ستوب؟ لا، الستارت خلي الواي يسميه سيت والستوب خلي الواي يسميه ريسيت. هاي ناخذها بالتفصيل بعد شوي. باور شت داون لاتش. الاكس 1 هو M1 set والX2 هو reset. من يصير الـ M1 set يشتغل الـ output على الخريطة الأخرى. هاي المفروض تحفظوها يعني. اسمعوا شلون conditional control. يعني أريد الـ conditions، لازم إيش عندي؟ لازم عندي الـ X1 من أدوسه. الـ X1 أدوسه حيشغل الـ X3 هو أصلاً مديوس من normal close، حيشغل الـ Y1. الواي 1 ما يشتغل اذا مو اكس 4 اوف، اذا هاي كونديشن بها شرط. هذا شلون حيشتغل؟ اذا مو اكس 4 نورمال كلوز اشغل، يلا يعبر الواي 1 يلا يعبر على الواي 2. اذا الواي 2 يحتاج شروط، الواي 1 لازم يكون هون، الواي 2 يحتاج ان يكون الواي 1 هون، ويحتاج ان يكون الاكس 4 اوف، ويحتاج الاكس 2 هون، يحتاج الواي 2 هون يسوي لي لاتشنج. هاي كونديشن sequential control. sequential اللي هو sequences يعني واحدة ورا الأخرى، هي نفس الفكرة واحدة ورا الأخرى. يعني هسه أجي على sequential X2 ديستي عبى كهرباء، الـ X4 هو مديوز أصلا عبى كهرباء، الـ Y1 الـ Y1 مشتغل لو طافي هنا ما طافي. إذا اشتغل الـ Y1 عبر على الـ Y2 سوالي أو طافت الـ Y2 عبر هنا لاتشنج، من ادوس شيء ايدي من الاكس 2 حيبقى مؤشر. زين هاي من دست الاكس 2، من ادوس الاكس 1 الاكس 3 هو اصلا مديوس، الواي 2 ايش حيصير بيه؟ هو من هنا اشتغل مشتغل اصلا صار نورمال كلوز، حيشغل الواي 1 والواي 1 لا شيء. زين اذا الاكس 1 يشتغل يلا يشغل الواي 2. ليش؟ لانه هذا نورمال اوبن، هذا شلون يشغل الواي 1؟ الا ادوس الاكس 1. زين الـ X1 إلا الـ Y2 مشتغل. هذا رجع من جديد، يعني هسه خلينا نفهم شلون صار هاي. أريد أشغل الـ Y1، حتى أشغل الـ Y1 لازم الـ Y2 إيش بيه؟ مشتغل. نورمال كلوز يعني تاتش، يعني أدوس الـ X1 ما يشتغل الـ Y1. إلا أشغل الـ X2 يلا أقدر أشغل الـ X1. ليش؟ لأنه X2 ديسيتي صارت نورمال كلوز.
زي المشكلة اللي بيصير تعديل ايه زي جي تاني زي جي تاني دسيت بوش بوتو صار عندي هذا كلوز زين هذا يجي زين الواي 1 اوبند هنا هو يريد اوبن حتى يشغل هذا يصير ران زين اذا الواي 2 صار هنا لاتشينج فايش صار عندي اللغة هاي كلها اللغة هذه اسمه صار عندي من هون زين اجي على الخطوه قلنا احنا هو يطلع بهالاتجاه اخذ الخطوه الاولى ينزل يرجع على الخطوه الثانيه زين اجي هنا ديستن اكس 1 اني صار كلوز اجي هنا جت كهرباء اجي هنا لقى هو اصلا جامب هنا الواي 2 هو اشتغل من هاي الخطوه هذا اشتغل هنا فيجي لقى جامب عبر شغل الواي 1 جاب لاتشينج منه هذا مشتغل صعد هيك هذا اللغه ف زين اريد اشغل الواي 1 بدون ما اشغل الواي 2 خلينا نشوف يلا دوم يلا اجي ديستل اكس 1 اجيت منه ديستل اكس 1 لقيت الاكس 3 مشتغل زين الواي 2 هسه هسه بهاي الحاله هنا شنو؟ هنا اوف يعني طاف اذا هذا ماكو هذا اوبن حيجي هنا حيوقف اذا ما راح يشتغل هذا ليش الا هذا يشتغل الا هذا يصير اون يعني اون يعني شنو يعني نورمال كلوزد يلا يشتغل هاي الختام للسيكونشال الانتر لوك كنترول هنا واحد عكس الاخر هم نفس الفكره السابقه يجي هنا الاكس 1 الاكس 3 يلقى الواي 1 مشتغل شغل الواي 2 مشتغل شغل الواي 1 نجي يلقى الواي 1 مشتغل شغل الواي 2 واحد ورا الاخر صحيح حتطلع بها اغلاط انا جربتها طلعت بها اغلاط بالبرامج الا اذا البرنامج ما تشغله بس انا كله مشتغل المهم شايف منهج البرايورتي كونديشن هاي نفس هي هاي نفس هاي بالسيكونس برايورتي يعني شنو الواي 1 يشتغل قبل الواي 2 زين لازم اشغل الاكس 1 يشتغل الواي 1 يلا اقدر اشغل الواي 2 لازم الواي 1 مشتغل يلا الواي 2 يشتغل ولازم الواي 3 الواي 1 الواي 2 مشتغلات يلا يشتغل الواي 3 اذا نفس هاي البرايورتي نفس هاي الاوسيليتنج سيركتس هاي بالتايمينج ناخذها وبالكاونتر فيديو جاي تحياتي